الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع الدلتا الجديدة. اليوم انطلاق الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. اليوم مصر تحتفل بالذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو، ورئيس الوزراء يؤكد أنها من أعظم الثورات وعلامة فارقة في تاريخ الوطن. السابعة صباحا في القاهرة، نشرة أخبار جديدة من النيل، مرحبا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع الدلتا الجديدة، وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويسهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشؤون الهندسية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي الدلتا الجديدة، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة بواقع 1 مليون فدان في مراحله الأولى، قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر. وقد اطلع السيد الرئيس على تطورات الموقف التنفيذي للمراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلا عن تفاصيل البنية الأساسية وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع الدلتا الجديدة، وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي. ومن أهم تلك العناصر هو توفير مياه الري اللازمة لاستصلاح الأراضي الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية، وكذلك الاعتماد على نظم الري الحديثة والذكية، إلى جانب انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التي تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لهذه المنطقة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعي وإنتاجي. كما وجه السيد الرئيس بالتركيز على إقامة المجمعات الصناعية في إطار المشروع التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المتكامل، بدءا من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات، ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، بما يساعد على العديد من فرص العمل الجديدة، فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة. ينطلق اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب، أهم حدث ثقافي يقام حاليا في الوطن العربي في دورته 52 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بافتتاح هذه الدورة الاستثنائية التي يتم تنظيمها في الفترة من 30 من يونيو وحتى 15 من يوليو القادم، بعد تأجيلها في يناير الماضي بسبب فيروس كورونا. وتقام كافة الفعاليات الثقافية لأول مرة على المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للكتاب،
وتطرح تذاكر المعرض مجانية هذا العام من خلال الحجز الإلكتروني على أن يسمح بدخول 100,000 زائر فقط يوميا. تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال الإزالات بمنطقة بطن البقرة بالفسطاط بحي مصر القديمة تمهيدا لتطويرها، مؤكدا حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات المتعلقة بإزالة المناطق غير الآمنة وتسكين الأهالي في وحدات بديلة، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بسبل المعيشة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم. كما بحث مدبولي مع وزيري التنمية المحلية والإسكان ومحافظ القاهرة تصور تطوير منطقة الفسطاط بالكامل، موجها بضرورة استكمال إزالة المناطق غير الآمنة وأن يكون التطوير قائما على التخطيط الجيد. وخلال تفقده أعمال تطوير مجمع محاكم مصر الجديدة، أشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالإنجاز المعماري المتميز الذي طرأ على المجمع، مشيرا إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية. وأثنى مدبولي خلال جولته التفقدية على الجهود المبذولة لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، والاهتمام أيضا بالشق التقني داخل تلك المقار والأبنية، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية العمل على تعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي. أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي خلال مؤتمر صحفي لإعلان الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، أكد أنه سيتم دخول الطلاب بأجهزة التابلت الخاصة بالوزارة إلى لجان الامتحانات لتسجيل الحضور فقط، مع غلق منصة الامتحان الإلكتروني، والكتابة ستكون على البابل شيت فقط. الصورة النهائية اللي احنا كنا اتفقنا عليها آخر مرة إن هيبقى عندنا كراسة أسئلة ورقية وعندنا البابل شيت هنرد عليه، وده قائم زي ما هو. احنا طبعنا أو بنطبع حاليا 192 امتحان، لأن حضراتكم لو حسبتوا عدد المواد والشعب واللغات هتلاقوا أن عدد كبير جدا من الامتحانات، وبنطبع حوالي 9 مليون بابل شيت. هيتم دخول التابلت هتكون مؤمنة بشكل جديد بالنسبة لكم، مؤمنة تماما لاستخدامها فقط في حاجتين: تسجيل الحضور وإتاحة نسخة رقمية من الكتب الدراسية. يعني الكتب اللي ما خدهاش مطبوعة أو مش جاي بيها مطبوعة هيلاقيها موجودة بصورة رقمية. وهنغلق منصة الامتحان الإلكتروني علشان نخلي الولاد تركز فقط على قراءة الأسئلة والإجابة في المجموعة الورقية، بحيث هيبقى في امتحان على الورق. التابلت معانا بنستخدمها كمرجع للكتب المدرسية وتسجيل حضور. تسجيل الحضور هيساعدنا جدا في التصحيح الإلكتروني اللي هيعقب الامتحان. وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنية الدكتور طارق شوقي أنه سيتم عمل محاضر غش في حالة دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات بالثانوية العامة بأجهزة تابلت خاصة أو كتب خارجية ورقية أو إلكترونية غير أجهزة الوزارة. أي جهاز تابلت خارج المنظومة هيتم الكشف عليه قبل بداية الامتحان. أي جهاز اتعمل له هاكينج أو اتهكر يعني باللغة الدارجة أو مش بتاع الوزارة هيتسحب وهيتعمل محضر. فأي حد عمل كده عنده فرصة للتراجع عن هذا، لأن ده هيسبب له مشاكل كتير خصوصا لو اتطبق عليه قانون الغش. الكتب نفس الحاجة، احنا عارفين ان في كتب للأسف بتطبع بالشكل الخارجي بتاع الوزارة وجواها ملازم مطبوعة وبيتم توزيعها على بعض الطلاب. الكتب دي هتعامل بقانون الغش، يعني اللي هيدخل بيها هتتاخد منه وهيتعمل له محضر غش. تحتفل مصر اليوم بالذكرى الثامنة بثورة 30 من يونيو، وبهذه المناسبة قدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بهذه المناسبة، مؤكدا أنها من أعظم الثورات وستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.
وجدد مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء العهد بأن تواصل الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيا لدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بما يحقق تطلعات وطموحات المواطنين وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الدولة تشهد خلال هذه الفترة تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مختلف القطاعات. وفي إطار الاحتفالات بذكرى ثورة 30 من يونيو، أقامت مؤسسة دار الهلال احتفالية لتكريم أمهات شهداء الجيش والشرطة. سيدات عظيمات، أمنا بأن الوطن هو الأم التي يقدم إليها كل ما هو غالي ونفيس، فهن أمهات الشهداء من الجيش والشرطة الذين تم تكريمهم في احتفالية أقامتها مجلة حواء. فكرنا إن إحنا نقدم باقة ورد وتهنئة لأمهات شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة المصرية. شفنا إن الناس دي طبعاً زي ما إحنا كلنا عارفين، ودي يمكن حاجة بسيطة جداً، وقفوا كتير جداً في ظهرنا، ضحوا بالغالي السن والنفيس، مشاركتهم السن يعني ما كانتش قليلة، تضحياتهم كانت كبيرة. فحبينا إن احتفالية ثورة يونيو اللي بقامها مجلة حواء هذا السنة العام تأخذ منحى مختلف ألا سن، وهو إحياء ذكرى شهدائنا الاحتفال بيوم. أمهات الشهداء أعربن عن فخرهن وسعادتهن واعتزازهن بكونهم أمهات الأبطال الذين لم يترددوا لحظة في التضحية بأرواحهم فداء الوطن. كان يقول لي يا ماما ما تقلقيش، هتعرفي إن لو حصل لي حاجة هيجولي شنطة هدوم، هيجولك شنطة هدوم، طول ما أنا محدش جابلك حاجة أعرف إن أنا كويس. كنت ببقى قاعدة ماسكة الريموت في إيدي والتليفون في إيدي عشان أطمن عليه، وعارف إنه ببقى قلقان عليه لأنه كان ما كانش بيسيب حضني، ما كانش بيسيب حضني أبدا. هقول وحشتني، بس أنا عارفة إن أنت أحسن مني، أنت في مكان أحسن مننا كلنا، وحشتنا كلنا ونفسنا كلنا نشوفك. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مصر ما نسيتش ولادنا اللي هم بذلوا كل حاجه عندهم وعند اهاليهم كمان، لان هو بفراقهم يعتبر حياتنا خلصت معاهم. بس مصر مش كتير عليها اي حاجه خالص، واحنا كمان احنا نفسنا لو نقدر نقدم لمصر اي حاجه احنا تحت امر مصر. يا رب تكملوا مسيره كل الابطال اللي راحوا وهم مؤمنين باللي هم بيعملوه، ما فكروش ولا لحظة حتى فينا إحنا، فكروش غير إنه مصر تقف تاني على رجليها، لأنه يوم ما مصر هتقف ولادهم اللي كان روحهم فيهم هتقف رغم إن هم سايبينهم وراهم. فيلم تسجيلي تم عرضه خلال الاحتفالية عن دور المرأة في ثورة 30 من يونيو والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للمرأة خلال السنوات الماضية والإنجازات التي حققتها المرأة. تكريم العظيمات أمهات شهدائنا من الجيش والشرطة الذين سيبقوا دوما في قلبي وذاكرة الوطن. غرسنا داخل فلذات الأجباد يقينا بأن الشهادة هي مفتاح الفخر. ولاء الحديني، النيل.
أعلنت وزارة الصحة خروج 323 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 210,805 حالات. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد إنه تم تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة. استعرضت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد خلال اجتماع مجلس الوزراء آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا والموقف الوبائي على مستوى المحافظات ومعدل التغير في أعداد الإصابات الأسبوعي ونسب إشغال أسرة مستشفيات العزل. وألقت زايد الضوء على آخر المستجدات العالمية للفيروس من حيث الدول التي سجلت أعلى معدلات وفيات يومية فضلا عن اللقاحات في القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن مصر احتلت المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في القارة الإفريقية. تواصل المراكز الطبية المنوطة بتطعيم الفئات المستحقة ضد فيروس كورونا عملها، والتي وصل عددها إلى 400 مركز طبي بكافة المحافظات، وذلك تيسيرا على المواطنين خلال التطعيم. مركز التطعيمات بأرض المعارض بمدينة نصر واحد من 400 مركز طبي بمحافظة مصر كافة المجهزة باستقبال المواطنين لتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا وسط إجراءات احترازية غير عادية ومأمونية كاملة، وذلك واحدة من الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس. في الإقبال شديد على المكان، طبعا في المواطنين اللي بيتلقوا الجرعة الثانية واللي بيتلقوا الجرعة الأولى، اللقاح متوفر والحمد لله بالنسبة للجرعتين. أنا بحب أنوه طبعا أن جميع المواطنين لازم يلتزموا برضو بالإجراءات الاحترازية بعد حصولهم على اللقاح في الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، لأن الفعالية بتاعت اللقاح بتبدأ بعد أسبوعين من تلقي لقاح الجرعة الثانية. طبعا الويتنج إيريا اللي بتسعى لل 500 مواطن الجميع بيتواجد دلوقتي في ميعاده المحدد له، بيدخلوا عن طريق العلاقات العامة، بيدخلوا بترتيب وبنظام على العيادات المحددة ليهم، بياخدوا خدمتهم في فترة وجيزة جدا. التطعيم يتم وفقا لتوصيات أقرتها منظمة الصحة العالمية بين المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والتي تبدأ من الفئات العمرية فوق 18 عاما. التطعيم متاح لكل المواطنين ما عدا اللي عمرهم أقل من 18 سنة، الحامل أو اللي بتخطط لحمل خلال عام، للمرضعة اللي هي يعني اللي طفل أقل من 6 شهور، اللي عنده كورونا أو عنده أي أعراض إنفلونزا، اللي أخذ تطعيمات خلال آخر 14 يوم. دي موانع التطعيم. موجود في كل عيادة عندنا جل بحيث المواطن يقدر يعقم نفسه بيه، دي أول حاجة. تاني حاجة على البوابة عندنا بره بندي كمامات لأي مواطن بيقدر يدخل، دي أول حاجة. تالت حاجة عندنا 96 عيادة، فإحنا بنوفر للمواطنين تباعد اجتماعي على مستوى 96 عيادة كلهم. بس إضافة إلى ذلك إن هو أول ما يوصل للتمريض خالص في آخر مرحلة ناحية التطعيم برضه نفس الكلام، إن من أول السرنجة لأن هو بيتشك بيها لكل حاجة برضه نفس الكلام، بيكون منتهى التعقيم مظبوط تماما. المواطنون أثنوا على الإجراءات الميسرة التي تتخذ لهم خلال عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا. أخذنا أول جرعة وما فيش، هو بس شوية سخونية، أخذنا البنادول و ما فيش اي حاجه الحمد لله. طبعا هنا حاجه غير عاديه يعني، بس فيا ريت المكان اللي بيحصل هنا ده يعمم في بقيه الاماكن يعني. هو تطعيم حاجه جميله جدا جدا جدا، وبناشد كل الشعب المصري والناس اللي خايفه اللي تطعم ينزلوا يطعموا، ان دي حاجه حمايه لينا وحمايه لاولادنا وحمايه كل حاجه. اقبال المواطنين على مراكز التطعيم يؤكد ان هناك وعي مجتمعي باهميه اللقاح ضد فيروس كورونا كاحد الاجراءات الاحترازيه التي تتخذها الدوله المصريه لمواجهه المرض ومنع انتشاره. محمد حلمي، النيل. اكدت منظمه الصحه العالميه انها لا تملك معلومات تشير الى ارتفاع معدل الوفيات جراء الاصابه بسلاله دلتا لفيروس كورونا. أوضحت المنظمة أن سلالة دلتا تم رصدها في أكثر من 90 دولة، وأظهرت هذه السلالة قدرتها المرتفعة على الانتشار، مشيرة إلى أنها لا تملك معلومات تدل على ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بسلالة دلتا، وأن المنظمة تواصل دراسة هذه السلالة نظرا لانتشارها عبر العالم.
أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل أول إصابة بمتحور دلتا بلس من فيروس كورونا في روسيا. وقالت الهيئة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان إن الجهات المعنية حللت بشكل دقيق المعطيات التي وردت الأسبوع الماضي حول رصد مصابة بهذه السلالة. وشددت الهيئة الفيدرالية على ضرورة تنفيذ عمليات التحصين الجماعي في ظروف الانتشار المكثف للسلالات الجديدة لفيروس كورونا. أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل الدموع والرصاص المطاطي في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال الفعاليات الاحتجاجية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن شابين فلسطينيين أصيبا إثر سقوطهما عقب استهداف قوات الاحتلال فعاليات الاحتجاج، وآخر برصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن العنف سيبقى مرتفعا جدا في أفغانستان، داعية حركة طالبان إلى الانخراط في محادثات السلام من أجل الشعب الأفغاني. العنف سيبقى مرتفعا جدا هناك، ونحن على دراية كاملة بالأمن القومي الأفغاني. ما نود أن نقوله ونؤكد عليه هو ضرورة عودة حركة طالبان إلى العملية السلمية بشكل صادق. في الوقت الذي نرى فيه الكثير من الوقائع على الأرض بدأت تتكشف، نجدد الدعوة إلى مباحثات السلام. هذا هو حقا المستقبل الحقيقي لأفغانستان الذي سيؤدي إلى تسوية ووضع حد للقتال، وهذا ما ستعمل عليه الإدارة الحالية. يأتي هذا في حين أعلنت ألمانيا أنها أنهت سحب قواتها من أفغانستان في عملية كانت قد بدأتها في مايو الماضي. في سياق متصل أكد القائد العسكري المشرف على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان الجنرال سكوت ميلر أن الوضع الأمني هناك آخذ في التدهور، وأن حركة طالبان باتت في حالة نشاط. في وقت تكمل فيه القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان، لم تستبعد الولايات المتحدة الأمريكية شن ضربات جوية ضد حركة طالبان، إذ وصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها أعمال العنف. الجنرال سكوت ميلر القائد العسكري المشرف على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أكد أن الوضع الأمني في أفغانستان آخذ في التدهور، وأن حركة طالبان في حالة نشاط. تزامنا قال مسؤولون محليون إن مقاتلي حركة طالبان شنوا هجوما على مدينة غزنة، واشتبكوا مع القوات الأفغانية في محاولة للاستيلاء على المدينة الواقعة على الطريق السريع الرابط بين العاصمة كابول وإقليم قندهار في جنوبي البلاد. وتصاعدت حدة القتال في أفغانستان منذ مطلع مايو عندما بدأ الجيش الأمريكي المرحلة النهائية لسحب قواته، وأعلنت حركة طالبان أنها استولت مؤخرا على أكثر من 100 من أصل 400 مقاطعة في البلاد. ويقول الخبراء إن أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت طالبان قادرة على السيطرة على عشرات المناطق الجديدة في الأسابيع الأخيرة هو افتقار القوات البرية الأفغانية التي تقاتل في مناطق ريفية إلى الدعم الجوي الأمريكي. ومن المتوقع خروج القوات الأمريكية المتبقية بحلول الموعد النهائي في 11 من سبتمبر المقبل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء أطول حرب أمريكية. قالت الأمم المتحدة إن تأثير وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي ما زال غير واضح، بعدما أكبرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قوات الحكومة الإثيوبية على الفرار من مقلع عاصمة الإقليم بعد سيطرتها على المدينة بالكامل. بوسع السكان الآن الذين عانوا من أعمال عنف وحشية وتطهير عرقي التجول مرة أخرى في شوارع مقلع عاصمة إقليم تيغراي، بعدما أكبرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قوات الحكومة الإثيوبية على الفرار من مقل بعد سيطرتها على المدينة بالكامل. المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي
قال إنه تم تسيطرته على 100% من مقلي، وأن هناك بعض القتال في ضواحي المدينة لكنه في مراحله النهائية، وأنه لا تزال قوات الجبهة الشعبية تخوض مطاردة عنيفة في الجنوب والشرق. وأودى القتال في الإقليم الواقع شمال إثيوبيا بحياة الآلاف وشرد نحو 2,000,000، وأعرض مئات الآلاف لخطر المجاعة جراء الحملة العسكرية الوحشية من جانب القوات الإثيوبية. في غضون ذلك دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي السلطات الإثيوبية إلى العمل من أجل وقف إطلاق نار شامل لتمهيد الطريق لتحقيق سلام دائم في تيجراي، ودعا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين. من جانبها قالت الولايات المتحدة إنه يجب أن تنتهي الفظائع على الفور في إقليم تيجراي، وحذرت إثيوبيا وإريتريا من أن واشنطن ستراقب الوضع عن كثب. وفي نيويورك قال ستيفاني دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تأثير وقف إطلاق النار في تيجراي ما زال غير واضح، مشيرا إلى أن هناك انهيارا في الاتصالات وخدمات الإنترنت في تيجراي، وتأثير الوضع راهن على العمليات الإنسانية لا يزال غير معروف. وبحسب الأمم المتحدة تخلت القوات الإثيوبية والإريترية عن نقاط التفتيش التابعة لها، وكذلك فرت السلطات الانتقالية، وتستضيف مدينة شير مئات الآلاف من النازحين من تيجراي، حيث يعاني ما لا يقل عن 350,000 شخص من مجاعة في المنطقة. واتسم النزاع بتجاوزات كثيرة ضد المدنيين من مجازر وعمليات اغتصاب وتطهير عرقي، ما أثار تنديد المجتمع الدولي. أعلنت مقاطعة جاوا الشرقية الإندونيسية غرق سفينة ركاب تقل أكثر من 50 شخصا في المياه قبالة جزيرة بالي. وتواصل السلطات عملية الإجلاء والبحث عن ناجين، حيث تم الإبلاغ عن 6 حالات غرق بين الركاب حتى الآن. متواصلون معكم وفي أخبار السابعة بعد الفاصل. وزراء خارجية دول مجموعة 20 يدعون إلى زيادة التعاون لحل الأزمات العالمية. وإلى أخبار الاقتصاد، حيث شدد وزير الإسكان عاصم الجزار على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ أعمال التطوير لمشروعي منطقة مثلث مسبيرو ومنطقة سور مجرى العيون. وخلال اجتماع مع محافظ القاهرة لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعين، أكد الجزار أن الدولة منذ تولي الرئيس السيسي تهدف إلى توفير مساكن حضرية تليق بالمواطن المصري بديلا عن المناطق داهمة الخطورة، كما تهدف أيضا إلى تطوير وتحسين المظهر الحضاري لتلك المناطق. أعلن وزير البترول طارق الملا أنه بناء على طلب عدد كبير من شركات البترول الأجنبية، تقرر مد أجل إغلاق أول مزايدة عالمية لعام 2021 للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في 24 منطقة تابعة لهيئة البترول وشركة إيجاز إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل. وخلال كلمة له في لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر، أشار الوزير إلى أن المزايدة تعد الأولى التي يتم طرحها رقميا من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج. أطلقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط كتاب الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي استهدف ترسيخ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تقوم عليها وزارة التعاون الدولي على المستوى العالمي، والجهود التي بذلتها الوزارة لتدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يجمع الأطراف ذات الصلة لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كتاب أطلقته الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي من كلية لندن للاقتصاد بالشراكة مع خبراء اقتصاد دوليين، ليوثق تجربة مصر الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
المجتمع الدولي دايما بيدعو من خلال نظريات مختلفة إلى تعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. اللي احنا عملناه كجمهورية مصر العربية هو تطبيق فعلي لهذه النظريات، فده بالنسبة لنا كان يعني تجربة مهمة ان احنا نشاركها مع العالم. اطار للدبلوماسية الاقتصادية فيها مبادئ، هما ثلاث مبادئ: منصة التعاون التنسيق المشترك، مطابقة الاهداف الاممية مع محفظة التعاون الدولي او التمويل الانمائي، واخيرا سرد المشاركات الدولية. يعرض الكتاب المنهجيات الدولية الحديثة في مجال التعاون الدولي والعمل الانمائي وكيف استطاعت وزارة التعاون الدولي تطبيق وتنفيذ هذه المنهجيات في مصر. النهاردة أطلقنا الخريطة التنموية، فتقدر تخش على لأول مرة على الموقع الإلكتروني للوزارة وتجد 377 مشروع الإنمائي، إيه هو الهدف، يعني موجودين في أي محافظات، إيه هي الهدف، الأهداف الأممية اللي محققة منها، كم عدد المستفيدين. فدي كلها أمور يعني محل مش بس يعني إشادة، ولكن إنها بتعتبر نموذج ممكن يطبق في دول أخرى. وتم عرض خلال المؤتمر خارطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تضم 377 مشروعاً يمثلون المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي بقيمة تقدر ب 26.6 مليار دولار، موزعين وفقاً لأهداف التنمية المستدامة والقطاعات التنموية. تدشين إطار منهجي للدبلوماسية الاقتصادية من خلال توثيق تجربة مصر الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج يحتذى به للدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أحمد سعد الدين، النيل. تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات الثلاثاء متأثرة بانخفاض المعدن الأصفر بالأسواق العالمية بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع وأسوأ أداء شهري منذ 2016. وانخفضت أسعار الذهب بنحو 3 جنيهات ليسجل عيار 21 نحو 777 جنيه، في حين سجل عيار 18 نحو 666 جنيه، وسجل عيار 24 نحو 888 جنيه. وعودة إلى متابعتنا السياسية، حيث دعا وزراء خارجية دول مجموعة العشرين إلى حلول متعددة الأطراف للأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وتغير المناخ، وذلك في أول اجتماع مباشر لهم منذ عامين. وركز الاجتماع الذي عقد في مدينة ماتيرا الإيطالية على إحياء الاقتصاد العالمي في أعقاب الجائحة وتعزيز التنمية في إفريقيا. في أول اجتماع مباشر لهم منذ عامين، دعا وزراء خارجية مجموعة العشرين إلى حلول متعددة الأطراف للأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وتغير المناخ. الاجتماع الذي انعقد ليوم واحد في مدينة ماتيرا الإيطالية ركز على إحياء الاقتصاد العالمي في أعقاب الجائحة وتعزيز التنمية في إفريقيا. وأكدت إيطاليا التي يوجد بها مقر منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة خلال الاجتماع على أهمية الأمن الغذائي والتغذية في أنحاء العالم، وأعلنت أنها ستستضيف قمة على مدى يومين مخصصة لإفريقيا في أكتوبر المقبل. الجائحة أبرزت الحاجة إلى رد فعل دولي على الطوارئ والتي تتعدى الحدود الوطنية، وأعتقد أن مجموعة العشرين لديها واجب يتمثل في دعم إفريقيا من أجل الخروج من هذه الفترة العصيبة. أما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فعود التأكيد على ضرورة تسليم عدد أكبر من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الأشد فقرا. ومجموعة العشرين تضم 20 اقتصادا في العالم، وتسهم الدول الأعضاء في المجموعة بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 75% من التجارة العالمية، وتمثل 60% من سكان الكوكب. نشرتنا متواصلة وفيها بعد أخبار الرياضة. الحيوانات في حدائق الحيوان في لبنان تتضور جوعا بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تتعرض له البلاد.
أدت الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها لبنان إلى تعرض أغلب الحيوانات في حدائق الحيوان هناك إلى الإهمال الشديد من قبل القائمين عليها، ما أدى إلى فقدان أوزانهم للنصف وتعرضهم لخطر الموت المحقق. أسدان هزيلان يستلقيان على رقعة الأسمنت خلف سياج قفصهما الحديدية، نادرا ما يتحركان، وعلى مقربة منهم يتجول دب نحيل بخطى قلقة في بيته. يتضور الثلاثة جوعا وهم من بين آخر ما تبقى من الحيوانات في حديقة الحازمية خارج العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أن أصبحت تكاليف الرعاية باهظة بشكل يفوق الطاقة بعد الأزمة الاقتصادية التي عاصفت بلبنان. جيسون مير مدير منظمة حيوانات لبنان، وهي منظمة خيرية تسعى لإيجاد مأوى لحيوانات الحدائق في ملاذات بالخارج، عبر عن حزنه العميق لما تعرضت له تلك الحيوانات البريئة من إهمال جسيم، فضلا عن عدم حصولهم على أساسيات الحياة من ماء وطعام. إنه لأمر محزن للغاية، لدينا هنا أسدان بلغان هبط وزن الذكر منهما إلى نصف وزنه الطبيعي، وهذا مجرد قفص فارغ قد تكون مساحته 10 أمتار مربعة بلا ماء ولا طعام. أصبحت الحيوانات التي تعيش في ظروف مماثلة بحدائق الحيوان التي يبلغ عددها 5 حدائق في لبنان ضحايا وشهود عيان على الانهيار المالي الذي دفع أكثر من نصف الشعب في براثن الفقر، وأفقد عملة البلاد أكثر من 90% من قيمتها. ونجحت منظمة حيوانات لبنان في نقل حوالي 15 من الأسود والنمور إلى الخارج، فضلا عن حوالي 250 من الحيوانات البرية والقطط والكلاب على مدى العامين الماضيين، ويتجه 2 من الدببة إلى كولورادو في الأسابيع القادمة، فيما تأمل منظمة الإنقاذ في إرسال 3 أسود أخرى إما إلى كولورادو أو إلى جنوب إفريقيا. وعودة للشأن المحلي، حيث قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش إن مشاهد التدخين انخفضت في دراما رمضان بنسبة 13% في 2016 مقارنة ب 3.9% في عام 2021، وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2021. حملات مكثفة تجريها وزارة التضامن الاجتماعي لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها، خاصة في وسائل الإعلام. وفي الدراما المصرية حققت تلك الحملات نتائج إيجابية بالمقارنة بالسنوات السابقة، خاصة وأن 27% من الشباب يستقي معلوماته من الإعلام ولا سيما الدراما المصرية، وفقا لبحث أجراه صندوق مكافحة الإدمان. سنة 2017 كانت الحقيقة مشاهد التدخين بتسجل 13% من الساعات الدراما، وصلت هذا العام إلى 3.9%، نزلت بنسبة كبيرة جدا. أيضا مشاهد التعاطي كانت 4%، نزلت 1.3%. ونفذ صندوق مكافحة الإدمان حملة أنت الأقوى من المخدرات، والتي استحوذت على نحو 23 مليون مشاهدة، كما ساهمت تلك الحملة في زيادة الطلب على العلاج بنسبة 400%. 89% من شبابنا شايف أن هذه الحملة مؤثرة بالنسبة لهم بشكل كبير، هذه الحملة شافها على وسائط التواصل الاجتماعي 23 مليون مشاهدة، ساهمت أثناء بس الحملة في زيادة الطلب على العلاج بحوالي 4 أضعاف. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في ختام المؤتمر أن الفئة العمرية من 12 عاما إلى 16 عاما استحوذت على النسبة الأكبر من تلك الحملات، نظرا للمخاطر الكبرى التي قد تتعرض لها تلك الفئة العمرية جراء تعاطي المواد المخدرة. الإدمان وتعاطي المخدرات قضية شائكة، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على مواجهتها من خلال العديد من البرامج والحملات الإعلانية وترشيد استخدام مشاهد التدخين في الدراما المصرية لما لها من مشكلات على الأسرة والمجتمع ككل. من وزارة التضامن الاجتماعي، أشرف مبارك، النيل. وفي ختام النشرة هذه تذكرة بعناوين أهم الأخبار. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع الدلتا الجديدة. اليوم انت
تلقوا الدورة 52 من معرض القاهرة الدولية للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. اليوم مصر تحتفل بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، ورئيس الوزراء يؤكد أنها من أعظم الثورات وعلامة فارقة في تاريخ الوطن. انتهت أخبار السابعة، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.